ينضم إلينا من مدينة كهرمان مراعش من مركز الزلزال موفد تلفزيون دولة الكويت يوسف صفر الموجود هناك. يوسف، بعد التحية، كيف تسير جهود فريق الإنقاذ والبحث التابع لقوة الإطفاء العام مع مرور 10 أيام على الزلزال؟ هل لك أن تضعنا في الصورة يوسف وأن تطلعنا على آخر المستجدات؟ نعم، كل الشكر لك مناير. مثل ما تفضلتي، 10 أيام على هذا الزلزال، 9 أيام تواجد فريق البحث والإنقاذ الكويتي التابع لقوة الأطفاء العام، ونحن أيضا من وزارة الإعلام الكويتية في تلفزيون دولة الكويت متواجدين في جمهورية تركيا الصديقة. كنا في البداية في مدينة إصلاحية، وتم عملية البحث والإنقاذ واستخراج العديد من الجثث وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الفريق، وتوجهنا، ممكن هذا هو اليوم الرابع لنا في مدينة كهرمان مرعش، وما زال هذا الفريق، فريق البحث والإنقاذ، يقوم في عملية البحث والإنقاذ وأيضا الاجتماعات الكثيرة والموسعة مع إدارة الطوارئ والأزمات أفاد التركية لأخذ المعلومات حول عملية البحث والإنقاذ وأيضا المنازل أو المباني المتضررة ويمكن يكون فيها نسبة ضئيلة أو شيء يبين في وجود أرواح تحت هذا الركام. أكدت معكم مشاهدينا في اتصالاتنا وأيضا ظهورنا على الهواء مباشرة في نشرات الأخبار السابقة أنه جميع الفرق المتواجدة من منظمات دولية عالمية عربية خليجية متواجدة في جمهورية تركيا لمساعدة هؤلاء الأصدقاء جراء هذه الكارثة من الزلزال. ويمكن كل 20 دقيقة يمكن استخراج ما لا يقل عن 4 إلى 5 جثث تحت هذا الإنقاذ. الفاجعة التي ضربت أصدقائنا في تركيا جدا فاجعة كبيرة جراء هذا الزلزال. ولكن من خلال تواجدنا أيضا مع أفاد التركية، هذه الإدارة، من خلال هذه الاجتماعات، لاحظنا أن أغلبية البلدان المشاركة في عملية الإنقاذ جراء هذا الزلزال في تركيا تمت مغادرتها من جمهورية تركيا لانتهاء مهمتهم من عملية هذا البحث والإنقاذ خلال هذه الفترة. ولكن نحن وأيضا لاحظنا أشقائنا في دولة الإمارات العربية وأيضا قطر متواجدين، ما زلنا في جمهورية تركيا نقوم في الاجتماعات وأيضا أخذ المعلومات بالنسبة للمباني المهدومة. لا يمكن وجود نسب ضئيلة للبحث عن أحياء داخل هذه المباني، ولكن ما زلنا مستمرين في وجودنا في مدينة كهرمان مرعش وأيضا نقوم في عملية البحث والإنقاذ. نعم يوسف، بعد مغادرة فريق بعض فرق الإنقاذ كما ذكرت، أريد أن أعرف أكثر عن دوركم كفريق إعلامي في مركز الزلزال بكهرمان مرعش. كيف ترصد الوضع هناك، خاصة التغطيات الإعلامية على شكل متواصل ومستمرة؟ نعم مناير، أنا معكم، أنا موفد تلفزيون دولة الكويت المتواجد في مدينة كهرمان مرعش، أقوم في نقل المعلومات من خلال هذه اللحظة في المخيم المبني من قوة هؤلاء الرجال لقوة الأطفال العام لسكننا في هذا المركز، وأيضا أقوم في عملية البث المباشرة لهؤلاء الرجال أثناء عملهم في عملية البحث والإنقاذ في المباني المردومة. وزميلتي مناير، أنا كل مرة أؤكد هذه المعلومة من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت، أطلب من جمعيات الخيرية سواء داخل الكويت وخارجها والمنظمات الدولية في مساعدة أشقائنا في جمهورية أصدقائنا في جمهورية وأشقائنا في نفس الوقت في جمهورية تركيا، لأن بالفعل الفاجعة لا توصف. احتياجهم للمأوى، احتياجهم للغذاء، احتياجهم للكسوة والدواء في نسبة كبيرة. وأتمنى أن تصل هذه الرسالة لهذه المنظمات الخيرية الدولية وداخل دولة الكويت، ودولة الكويت هي سباقة في هذا الشيء، ولكن
هذه هؤلاء الأصدقاء يحتاجون في ازدياد لهذه المعونات الإغاثية. نعم، من كهرمان مرعش مركز الزلزال كان معنا موفد تلفزيون دولة الكويت يوسف صفر، شكرا لك يوسف.